بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. معاكم محمد الطناني، وأهلا بيكم مرة تانية في كورس الفورتيجيت. هنكمل النهاردة كده الويب فلتر اللي كانت السكيورتي بروفايل. احنا بدأنا خدنا الفيديو اللي فات كده بدايات الويب فلتر، هنبدأ نكمل عليها إن شاء الله في الفيديو ده. طيب خلينا نروح دلوقتي في السكيورتي بروفايلز، بعد كده ويب فلتر، ندخل على البروفايل اللي احنا كنا عاملينه اللي هو تيست فلو. احنا كنا اتفقنا هنا ان احنا غيرنا بعض الحاجات، خليناها warning وخليناها monitor واوثنتيكيت، وعرفنا الفرق بين كل واحده في الاكشنز دي، allow ومونيتور وبلوك وwarning واوثنتيكيت. لو انا عندي بقى هنا الكاتيجوري، كل سب كاتيجوري دي فيها اكتر من ويب سايت. لو انا عايز اوفر رايد سايت معين، يعني انا هنا عامل مثلا للكاتيجوري اللي فيها اليوتيوب بتاعت الستريمنج، عامل لها بلوك، انا عايز اخليه يبقى مثلا وورنينج، فانا هعمل اوفر رايد. الكلام ده بيحصل منين؟ باجي هنا على ويب ريتنج اوفر رايد، واعمل كرييت، هنا مثلا اقول له youtube.com. لو انا عملت لوك اب ريتنج هيقول لي ان هو تبع الباندويث كونسيومنج، والسب كاتيجوري بتاعته اللي هي ستريمنج ميديا اند داونلود. طيب انا عايز اغيرها، هخليها مثلا جنرال انترست بيرسونال، واخليها مع السوشيال نتورك عشان يبقى وورنينج ما يبقاش بلوك، وهدوس اوكي. لو انا جيت هنا مثلا فتحت برايفت ويندو وكتبت على youtube.com، هتلاقيه هو بلوكد، بس دلوقتي بقى في اوبشن ان انا اعمل بروسيد. لو عملت بروسيد هيبدا يفتح اليوتيوب معايا عادي خالص. تمام، يبقى انا كده عملت اوفر ريتنج او عملت اوفر رايد للويب ريتنج بتاعتي، غيرت اليوتيوب. بدل ما كان الفورتي جارد هو شايفه ان هو ما عملنا هنا لوك اب ريتنج، شايفه ان هو تبع الستريمنج ميديا داونلود، انا جيت بقى على الفورتي جيت بتاعتي وقلت لها دي حاجه لوكالي عندك انت بس، لو حد جه يكلم اليوتيوب خلاص انت اعتبري اليوتيوب ده تبع الكاتيجوري دي اللي هي الجنرال انترست، وتبع السب كاتيجوري اللي هي سوشيال نتورك. فعلى اساس الكاتيجوري دي هتبدا تاخد الاكشن على الويب سايت او على اليو ار ال ده. وينفع العكس، يعني مثلا لو حاجه هي اوريدي الاو وانا عايز اعمل بلوك لويب سايت معين، اروح احطه في كاتيجوري هنا بلوكد. لو هو الكاتيجوري بلوكد وعايز احطها في حاجه الاو، هروح احطها هنا في كاتيجوري الاو. ده كده الويب ريتنج اوفر رايد. تمام، طيب خلينا نمسح الاوفر رايد ده ونجرب حاجه ثانيه. احنا جوه الويب ريتنج اوفر رايدز هنا هنلاقي في حاجه اسمها كاستم كاتيجوريز. لو رحنا على الكاستم كاتيجوريز هنلاقي فيه اتنين كاتيجوري موجودين كده، واحده اسمها كاستم 1 وواحده اسمها كاستم 2. يبقى في الاوفر رايد هنا انا ممكن اعمل كرييت هنا على طول، او ادخل على كاستم كاتيجوريز وهلاقي فيه اتنين كاتيجوريز. انا ممكن اجي مثلا على الكاتيجوري الاولانيه دي واسميها مثلا allow، واجي على الكاتيجوري الثانيه واسميها deny. واجي بقى في الاوفر رايد اعمل كرييت، انا اليوتيوب اهو دوت كوم، هو كان في الكاتيجوري دي، انا بقول له بقى لا انت اعمل اوفر رايد ان هو يبقى كاستم كاتيجوري، وحطه لي في الالاو كاتيجوري او الالاو كاستم كاتيجوري دي. طيب خلينا ندوس اوكي، وارجع بقى تاني على الويب فلتر بتاعي تيست فلو، هاجي هنا هلاقي الاو وديناي. allow هروح اعمل لها ان هي تكون allow، والديناي دي لو حاجه عايز اعمل لها بلوك فاروح حاططها في الكاتيجوري دي. طيب خلينا ندوس اوكي، ونروح مره تانية على البرايفت ويندو، واروح كاتب youtube.com، هيفتح معايا عادي مع ان انا عامله بلوك اصلا ككاتيجوري، بس في الاوفر رايد هنا انا حاطط ان اليوتيوب كل لما يجي حد يتشيك عليه يوديه على الايه الكاتيجوري اللي هي allow. نفس القصه لو عايز حاجه معموله allow ككاتيجوري وعايز هي يعمل لها بلوك ويب سايت بعينه، وليكن مثلا facebook.com، احنا كنا في السوشيال ميديا او السوشيال نتورك وكان بيعمل warning. طيب انا عايز اعمل له بلوك خالص، فممكن اختار كاستم كاتيجوري وهنا اخليه في الديناي، وجوه الديناي انا كنت عامل او جوه الويب فلتر هنا انا كنت عامل اللوكال كاتيجوري ديناي دي ان هي يعمل بلوك، صح؟ طيب خلينا بقى نروح على برايفت ويندو واروح كاتب facebook.com بقى بلوكت، ما بقاش عندي اوبشن ان انا اعمل بروسيد، وهنا بيقول لك الكاتيجوري هي تبع كاتيجوري اسمها ديناي. تمام، يبقى دي كده الحته بتاعه الويب ريتنج اوفر رايد والكاستم كاتيجوري. نمسح بقى كده الويب ريتنج اوفر رايد اللي احنا كنا عاملينهم، ودي كمان ديليت، وخلينا نروح على الويب فلتر بروفايل بتاعنا. هنلاقي فيه تحت كده حاجه اسمها static URL فلتر، وفيها جواها حاجه اسمها URL فلتر معمول لها disable. احنا لو عملنا enable وهاجي هنا اعمل create هيقول ال URL هنا وليكن هو يوتيوب. احنا الاول قبل ما نعمل الكاتيجوري قبل ما نعمل الويب فلتر او اليو ار ال فلتر ده، احنا دلوقتي لو جينا على اليوتيوب دوت كوم هو بلوكد. طيب خلينا هنا بقى يوتيوب دوت كوم وسمبل، يعني هو زي ما هو بالظبط ريجولار اكسبريشن ان انا هستخدم فيه اكسبريشن، او وايلد كارد يعني هستخدم كوايلد كارد اي حاجه تبع الدومين ده وايلد كارد. طيب الاكشنز عندي في حاجه او في 4 حاجات، بلوك عارفينها ان هي هيبلوك الكونكشن ده، الاو هيعمل الاو، مونيتور هيعمل الاو، وهيعمل لوج للترافيك اللي حصل. اكزامت دي معناها ان هو هيخليه ياخد اكسبشن ويعدي من اي حاجه. طيب احنا هنا في سلايد احنا قلنا هنخليها في الاخر عشان نفهم. طيب خلينا نبص عليها كده. هنا بيقول الستاتيك يو ار ال فلتر ده لو اليو ار ال اللي داخل عليه وكان موجود في الستاتيك يو ار ال فلتر لو معمول له بلوك خلاص هو هيبلوك البيج. طب لو عملت الاو او اللي هي مونيتور، يعني الاو او مونيتور هيبدا يروح على الحاجه اللي بعد كده اللي هي 40 جارد كاتيجوري، يعني هيبدا يبص على الكاتيجوري اللي موجوده عندي هنا. طيب لو معمول لها بلوك في الكاتيجوري خلاص هيبلوك، لو الاو هيبدا يبص على حاجه اسمها ادفانسد فلتر، لو بلوك هيبلوك، لو الاو هيوصل الصفحه لليوزر عادي. لكن لو انا هنا في الستاتيك يو ار ال فلتر عملت اكزامت دي يبقى هو هيجنور الكلام ده كله وهيبقى اكسبشن ويروح فاتح على طول على اليوزر. يبقى تاني لو انا هنا خليتها الاو هو هيالاو جوه الستاتيك يو ار ال، بس بعد كده هيبدأ يروح يبص على الكاتيجوري نفسها، هل الكاتيجوري اللي هنا دي معمول لها allow ولا لا، وعلى اساسها ياخد القرار بعد كده. لكن لو انا هنا عملت exempt دي يعني انا بخليها exception، يعني هو مالكش دعوه بالحاجات اللي باقيه كلها وافتح الويب سايت ده. طيب خلينا نجربها كده، هندوس اوكي، ندوس اوكي، بعد كده اروح هنا على برايفت يوتيوب دوت كوم ان هو يفتح معايا عادي خالص، بس هو بس النت تقيل حبتين. يفتح معايا عادي خالص بغض النظر ان انا كنت عامل له بلوك في الكاتيجوري بتاعته. يبقى هنا دلوقتي لو في الستاتيك يو ار ال فلتر كان معمول اكزامت خلاص هو بيأكسبت كل الكلام ده، بيبقى اكسبشن ويبدأ يفتح معايا اليو ار ال ده عادي خالص. نكمل. طيب انا دلوقتي بقى لو بفتح ويب سايت لقيت ان الويب سايت ده معمول في كاتيجوري غلط او مش موجود في كاتيجوري، يعني ان ريتد، فانا ممكن ابعت الكلام ده للفورتي جارد تيم، ودي بتبقى عن طريق لو دخلت هنا على سيستم بعد كده فورتي جارد فلترنج، في عندي حاجه اسمها ريكويست ري ايفالويشن فور يو ار ال كاتيجوري. انا لو دوست عليها هيفتح لي ويب سايت، اقول له مثلا اليو ار ال بتاع اليوتيوب دوت كوم مثلا، اكتب هنا الكلمه دي عشان اني افيريفاي ان انا شخص مش ريبوت. يبدا يقول لك ان هو في الكاتيجوري دي. طيب انت عايز هو موجود في رونج كاتيجوري، فتبدا تدوس كليك هير، يبدا يسمع عندهم ويبدا يعملوا تشيك على اليو ار ال ده. نبدا بقى دلوقتي ندخل على الفروقات اللي هي موجوده في البروكسي والفلو بيزد. خلينا نرجع على البروفايل بتاعنا، سكيورتي بروفايلز، بعد كده ويب فلتر. طيب خلينا ناخد كلون من الويب فلتر ده ونسميه تيست بروكسي وندوس اوكي، وندخل على تيست بروكسي ده ونختار ان هو تبع الفيتشر بتاعته ان هي بروكسي وادوس اوكي. طيب انا دلوقتي كده بقى لو رحت على البوليسي بتاعتي، لو دخلت على البوليسي والبوليسي دي كانت بروكسي، فانا في الويب فلتر هقدر اشوف الاتنين سواء الفلو او البروكسي. لكن لو انا اخترتها فلو، لو جيت ابص هنا مش هلاقي البروكسي ظاهره، فيبقى دلوقتي البروفايل البروكسي هو بيظهر مع البوليسي البروكسي او الفلو عادي. يعني البوليسي بتاعتي لو بروكسي هتشوف البروفايلات اللي معموله فلو بيزد او البروكسي بيزد، لكن لو فلو بيزد مش هتشوف غير الفلو بيزد بس. طيب خلينا كده ندوس اوكي ونرجع للبروفايل نشوف ايه الفروق بتاعته. الاول نختار هنا البروفايل، احنا مختارينه في تيست فلو، لا هنخليه المره دي تيست بروكسي، ونبدا نروح نشوف ايه الفروقات اللي موجوده فيه. ادي سكيورتي بروفايلز، ويب فلتر، وادي تيست بروكسي. اول ما اخترنا بروكسي هنلاقي فيه حاجات، في اوبشنز كده، حاجات ظهرت جنبها علامه البي، فدي كده اي حاجه جنبها علامه البي دي فهو ده كده الحاجات اللي زايده في البروكسي. طيب خلينا نشيل برضو الويب فلتر ده اوكي، ونبدأ نبص مثلا على بعض الاوبشنز اللي موجودة. في عندي هنا حاجة اسمها كوتا. الكوتا دي انا ببدأ احدد كوتا معينة سواء بوقت او بباندويدث على كاتيجوريز معينة من اللي فوق دي، وبعد الكوتا دي هو بيديلهم بلوك. بس لو وقفنا هنا هيقول لك ان هنا الحاجات الكوتا دي بتابلاي على الحاجات اللي معموله مونيتور او وورنينج او اوثنتيكيت بس. يعني هنا دلوقتي انا لو عملت كرييت وجيت هنا الكاتيجوري، لو في مثلا سوشيال نتورك، هي موجوده اهو، السوشيال نتورك موجوده هنا ليه؟ عشان لو انا رجعت هنا على الكاتيجوري اللي موجود او الكاتيجوريز اللي موجوده عندي هنا دي، ونزلت كده على السوشيال ميديا هتلاقيها معموله مونيتور، او مش هي دي، معلش، سوشيال ميديا او سوشيال نتورك اهي معموله وورنينج. تمام، فاي حاجه وورنينج او مونيتور او اوثنتيكيت هتظهر معايا. طيب يعني لو انا غيرت دي الاو مش هلاقيها موجوده هنا، يعني احنا كنا شايفينها من شويه، لو جينا نختار كده مش هتلاقيها موجوده عندي هنا، ولو حتى جربت سوشيال مش موجوده. عشان تبقى موجوده لازم اخليها هي تبقى اي حاجه من الثلاثه اللي هو كاتبهم لي هنا ان هو مونيتور او وورنينج او اوثنتيكيت. طيب هنخليها وورنينج ل 2 minutes ماشي، وهاجي هنا الكوتا الكاتيجوري اختار السوشيال نتورك، والكوتا بتاعتي ممكن اخليها تايم معين، بعد التايم خلاص يدي بلوك، او ترافيك بعد كام ميجا مثلا او كام كي بي يدي بلوك. طيب خلينا مثلا نجربها بالتايم ونخليها بالثواني مثلا، وليكن 3 ثواني، وادوس اوكي. انا هنا كده لو جيت دخلت على facebook.com بدأت اعمل بروسيد هيفتح معايا عادي. هنستنى بقى كده وقت، والمفروض بعد كده يديني ان هي بلوكت، ما بقاش عارف اعمل بروسيد، او مش هيطلعني يعني وورنينج او يفتح لي ويب سايت، لا ده هيديني بلوك. خلينا نجربه كده مره ثانيه. بس بياخد وقت كده. طيب نيو ادي facebook.com. تمام، اهو بدأ يديني ان هي بلوكت، وقال لي الديلي كوتا بتاعتك خلاص اكسبايرد. بعد بقى منتصف الليل او بعد الساعه 12 يبدأ يحسب كوتا جديده معايا. نرجع تاني كده للبروفايل، نمسح بقى الكوتا، ندوس اوكي. طيب allow user to override دي انا بختار هنا جروب وليكن الفي اي بي، والبروفايل نيم وليكن هختار اللي هو يكون مونيتور اول او ديفولت، ممكن اختار اكتر من بروفايل، واختار هنا على اليوزر او يوزر جروبز او اي بي او اسك، ممكن نخليها اسك عشان هو اليوزر يختار. وهنا الديوريشن بحددها انا هنا او ممكن اخليها اسك. طب دي عباره عن ايه؟ دي لو انا مثلا بتست على حاجه معينه واليوزر عندي خارج من البروفايل اللي انا عامله اللي هو تيست بروكسي ده، وانا عايز افتح له كل الحاجات واعمل لها مونيتور او ابدا اشوف الترافيك بتاعه عشان افتح لحاجات معينه او اقفل لحاجات معينه. فبروح حاطط الجروب هنا واختار البروفايل ان انا هي اوفر رايت، يعني هو بدل ما كان بيخرج من البروفايل اللي هو كان اسمه تيست بروكسي ده، لا ده هي اوفر رايت البروفايل ده ويخرج عن طريق البروفايل من الاثنين دول اللي حسب ما انا اختار، وعن طريق بقى طبعا يوزر او يوزر جروب او اي بي او اليوزر هو اللي يحدد، والديوريشن برضو ممكن انا اختارها له بنفسي او اخليه هو يحدد. طيب خلينا ندوس اوكي، وخلينا ندخل على يوتيوب مثلا .com. هتلاقيه ظاهر لك هنا بيقول لك ان هي بلوكد، بس في حاجه اسمها هنا اوفر رايد. طيب لو انا دوست على اوفر رايد هتلاقيه بيقول لك اكتب اليوزر نيم، هكتب اليوزر 1 وادي الباسورد بتاعتي، اي يوزر يكون في الجروب اللي انا اخترته. وهنا البروفايل انت عايز تختار انهي بروفايل، سواء المونيتور ولا الديفولت على حسب ما انت عايز. والديوريشن هنا تحدد الديوريشن اللي انت هت اوفر رايت البروفايل بيها، وبعد كده ترجع للبروفايل الطبيعي بتاعك. وهنا ممكن اختار بقى بس اقل وقت، اعتقد كان 5 دقايق، يعني خلينا مثلا ندوس دقيقه اوكي. هنا اقل حاجه 5 دقايق. طيب خلينا هنا نختارها 5 دقايق واعمل كونتينيو. يوزر 1 وادي الباسورد وادوس كونتينيو، هيبدا يفتح معايا عادي. بعد ال5 دقايق خلاص هرجع للبروفايل الطبيعي بتاعي. خلينا ندخل على جوه البروفايل تاني ونشوف حاجة تانية. ممكن نقفل دي، خلاص مش محتاجينها. دي ريستريكت يوتيوب اكسس، ممكن اعلم عليها ويبدأ يعمل ريستريكت ليها. URL فلتر شفناها. دي كده معظم الحاجات اللي هي الناس بتحتاجها كتير في البروكسي. ودي طبعا ممكن اختار دومين معين لجوجل، يعني مثلا هنا دومين 1 ده اختار مثلا drive.google.com، وده كده انا بريستريكت الدومين ده بس بتاع جوجل، وادوس اوكي. خلاص يبقى هو هيريستريكت على الدومين بتاع جوجل ده. برضو ممكن نبص، كان في حاجة هنا برضو اسمها ويب كونتنت فلتر أو كونتنت فلتر. أنا هنا في الكونتنت فلتر أنا ممكن أحدد كلمات معينة، أدي باترن هنا معين، واللانجوج أختارها، وبعد كده آخد الأكشن بتاعها بلوك ولا يعمل إكسبشن ليها، والستيتس طبعا بتاعتها. فاي حد بيبدا يسيرش او يبقى فيه كونتنت موجود في الباترن اللي انا بكتبها هنا، ياخد الاكشن عن طريق الباترن او عن طريق الاكشن اللي انا بحدده جوه الويب كونتنت فلتر دي. طيب بعد كده في هنا حاجه اسمها اللاب ويب سايتس هو ان ريتنج ايرور اكيورنس. طيب دي لو انا اللايسنس بتاعتي مثلا خلصت، فهو بيديني يومين زي جريس بيريد كده، اقدر اكونتاكت مع الفورتي جارد سيرفرز وابدا اعرف كل ويب سايت تبع انهي كاتيجوري، وعلى اساسها يبدا ياخد الاكشن اللي انا محدده في الكاتيجوريز اللي فوق. طيب بعد اليومين دول ما يخلصوا، او لو انا ما عنديش لايسنس، هو ما بيعرفش يعمل ريتنج، فبيبقى في حاجه اسمها ريتنج ايرور اكيورد، او بيحصل ريتنج ايرور للويب سايتس اللي عندي، فساعتها مش هيعرفوا يفتحوا اي ويب سايت. فلو انا مثلا وقعت في المشكله دي انا ممكن اعمل انيبل للفيتشر دي، فهو وقت ما يبقى في مشكله ان هو مش عارف يعمل ريتنج للويب سايتس اللي بيحاولوا يفتحوها، هيبدا يفتحها عادي خالص ويفتح اي كاتيجوري طالما هو مش عارف يعمل ريتنج للايه للويب سايت ده تبع انهي كاتيجوري بالظبط. وده كده كان اول حاجه معانا في السكيورتي بروفايلز اللي هي الويب فلتر، وعرفنا ان هو طبعا منه نوعين اللي هو الفلو او البروكسي، وعرفنا ان في البوليسي لو هي بروكسي هتبدا تشوف البروفايل اللي معمول فلو او البروفايل اللي معمول بروكسي، لكن لو البوليسي معموله فلو بيزد هي مش هتقدر تشوف غير الفلو بيزد فقط. اتمنى تكونوا استفدتوا والفيديو يكون عجبكم، وشكرا ليكم وشكرا للمشاهده، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.